فاستقبل سكان غزة اتفاق الهدنة الذي يقضي بالإفراج عن 50 من الرهائن المحتجزين لدى حماس من النساء والأطفال دون 19 مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجينا فلسطينيا من النساء والأطفال دون سن 19، وذلك كله حسب الأقدمية. معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون. الهدنة الإنسانية في غزة لأربعة أيام قابلة للتمديد تبدأ في العاشرة بتوقيت فلسطين من صباح الخميس. تباينت الآراء وزاء هذه الهدنة. مواطنون عبروا عن ارتياحهم واعتبروا أنها مقدمة لإنهاء الحرب وبلوغ صفقة تبادل شاملة. يقول مواطنون: بدنا هدنة تكون دائمة وتحقق للشعب كل مطالبه، مش كل حين حرب ومشاكل وهذا. بدنا سلام، بدنا نعيش زي اي دولة. كثير منيحة. ليش؟ يا رب دائما يكون في هدنة. احنا ايش بدنا احسن من هيك؟ بكفي تعب، بكفي عيا، بكفي موت، بكفي فيش نوم. يعني ان شاء الله الهدنة بتتم، يعني تخفف هالألم وتخفف المعاناة للناس. للأمانة دمار وكارثة هذه. وراء آخرون أن الهدنة ليست مجدية باعتبارها لا تضمن السماح لنحو 850 ألف نازح يقيمون في جنوب القطاع العودة إلى بيوتهم في غزة وشمال القطاع. يقول مواطنون آخرون: هدنة فاشلة 100%. ليش؟ طالما احنا مش قادرين نرجع بيوتنا في غزة فهذا اشي فاشل. الهدنة بصراحة انا بوجهة نظري لا تسوى الدماء التي تم استنزافها ولا الجرحى الذين فقدناهم. هي لذر الرماد بالعيون. الناس مش راح تقدر ترجع تفقد امورها، الناس اللي نزحت من غزة. وتقول مصادر في حماس انه تم تدقيق اسماء الاسرى الذين سيتم اطلاق سراحهم من الطرفين، وبموجب اتفاق الهدنة سيتم ادخال ما بين 200 و300 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وطبية والوقود أيضا إلى غزة. عادل زعنون، غزة ميديا.